الزجاج المعشق من الحرف العريقة التي ورثتها الأجيال جيلا بعد جيل حتى هذا العصر، وهي من الحرف التي تستمد مادتها الخام من البيئة، حيث تعتمد على مخلفات الزجاج كمادة خام وعلى الألوان التي يختارها الحرفي. هي حرفة دخيلة على التراث الجزائري، لكن هذا لم يمنع الآنسة نسرين مواوكة من مواكبة العصر وتعلم حرفة الزجاج المعشق والإبداع فيها بتصميماتها لعدة أكسسوارات تبهر وتشد الناظر إليها. إبداعها تتخلله جملة من المشاكل تحاول جاهدة تخطيها ومواصلة طريقها في الفن الذي أحبته واختارته. الزجاج المعشق هذه تقنية دوغيجين عراقية، ومن بعد رفضوها الفرنسيين والإيطاليين ولاو يخدموها، ودركا عاودنا جبناها للجزائر. تعلمتها عند مدام وايشوش نادية ربي يرحمها، دوك عندها عامين ملي توفات. هي تعلمتها في الإيطالي وفي لافرانس. وهذه التقنية فيها دو تكنيك، هذا الآخر هي تقنية جديدة ماشي جزائرية، صح قديمة بزاف قديمة. هذه يخدموها في الجوامع في الإنجليز. فيها زوج لي تكنيك، كاينة لو سارتي دو بلون نخدمو بلو بلون اش، وكاينه لا تكنيك لا تيفاني هي اللي جديده على الاخرى. تيفاني تجيب النحاس والبلون. التقنيه الاولى تقدر تشرحيها لنا كيفاش تجي؟ عندنا لو بلون اش، نقطعوا لي بياس، شاك بياس نديروا ديسان شيما، ومن بعد نقطعوا لو بلون نديروا كاع فوق الديسان، ومن بعد شاك بياس ندخلوها في البلون ونيجي كروازمون نديروا بوينتيدور لي دو فاس. ولا تكنيك لا تيفاني نقطعوا الزجاج تانيت ونجوزوا في لا ماشين لامول، وشاك بياس ندوروا لها نحاس كويفر اديسيف، ومن بعد نسوديو كاع لا فاس ونزيدو نقلبو نسوديو دوزيام فاس. قولي لي انا سنسرين، كاين اقبال على هاد الحرفه تاع الزجاج من طرف المواطنين؟ ما كاش بزاف، حنايا الخدمه كاع نجيبوها من اترونجي. الزجاج نجيبو من فرنسا، نحاس نجيبو من فرنسا، البلون كلش نجيبو من فرنسا، يعني تستقام غاليه. وكاين بزاف ما يجوش ما يشوفوها ما يحبوش يخدموا ولا تجيهم غاليه، يعني ما كاش بزاف لي كليون فيها. سمعتكم صعوبات في هذا المجال؟ فيها بزاف صعوبات. اصلا الماده الاوليه ما كاش كاع في الجزائر، لازم نجيبوها من ليترونجي. انا الماده الاوليه علاش ما كاش؟ ماشي متوفره ولا النوعيه تاعها ماشي مليحه؟ كاين الزجاج تاع الجزائر سامبل بزاف، والزجاج اللي يخدموا به حنا تاع فرنسا لو فيغ سوفلي ينسفوه بفمهم من فيه النفس لي بول تشوفيهم تاع النفس، وفيه لي كولور ما يحولو ما والو، ماشي كيما تاع الجزائر نصيبو بزاف الالوان فيه. خيرتها خاطر نحب بزاف الزجاج، درت ديجا تكوين في الزجاج، رسمة الزجاج درت. من بعد شفت هاد الخدمة تاع مدام وايشوش ربي يرحمها، شفت الخدمة تاعها عجبتني وتعلمت عندها 5 سنين وانا معاها. دوك توفات، دوك حنا حاكمين، يعني انا وحدة صديقتي تاعين في الجامعة نخدمو في هاد الخدمة. هذا نسيباريو به في صالون ولا باغافون سيباريو به. وهذا فيه زوج تقنيات، فيه لو سيرتي دو بلون لي قلت لك، في يجي البلون اش ونسوديوه، وهنايا كاين لا تكنيك لا تيفاني يجي فيها نحاس، وكل بياسه تعاود تجوزوها في لا ماشين لامول، شاك بياس نعاودو نسوديوها. نقدروا نديرو في لي باغافون، في التواقي، لي بورت فونيتر، شحال من حاجه، او ميم تو لي طابلو صغار نقدروا نخدموا فيه بزاف حاجات. كاين يحبوا في البيبان والتواقي تاعهم، بصح كاين يجيهم شويه غالي يحبوا لي بياس صغار يشبحوهم. هذا ما كان نسرين قادتنا إلى الورشة التي تعمل بها، وحاولت أن تشرح لنا تقنيات الزجاج المعشق. تركيز كبير يتخلل عملها نظرا للمخاطر الكبيرة لحرفة الزجاج المعشق، مبرزة بذلك القدرات الإبداعية العالية التي تتميز بها المرأة. بون هنا حنوريكم التقنية كيفاش نخدمو. نرفدو هكذا الديسان فوق الزجاج من الشيمة اللي نديروها، بعد ما نرفدو بالفتح نديرو لا كوب بكوب دو فيغ، قاطع الزجاج نقطعو، نبدا نجوزو في لا ماشين لامول باش يولي رطب باش النحاس يلصق فيه. ندورو كاع البياسه، بعد نشفوها من الماء
لكن هاد الخدمه لازم لها تركيز كبير. فيها بزاف ريسك، فيها جراحات، فيها سما ليش كنحبوا حاجه نخدموها وبان ندوروا عليها نحس هكذا كل بياسه يدور عليها نحس هكذايا من بعد كل بياسه نزيدوا نخدموا هكذا حتى نكملوا كامل الشيمه. الشيمه راكو دايرين هكذا كنديروها هكذا لو طون سخون فراسودين نبداو ندوبوا هنايا نحكموا ليتا وفراسودين نبداو هكذا كيما ندوب ندوبوا هكذا كامل فوق ليتا حتى نكملوا كاع الخدمه هذه وبعد نزيدوا نقلبوا الفاس الثاني نزيدوا صوديوه كامل. هنا دوك شحال تشد لكم الوقت؟ هذه اللوحه انا نشوفوا فيها اللوحه هذه تشد واحد 8 ايام ولا من العمل المتواصل. خاطش فيها باش نسوديو فيها بزاف تشد بزاف الوقت. دوك نتوما عندكم كامل الامكانيات هنا في المحل تما ما قد امبوسيبل نبداو خدمه وكش حاجه خاصتنا لازم كلشي يكون واجد باش نبداوها. كاين بزاف ناس يقول لك بلي هذه الخدمه خدمه تاع رجال. دوك تي واش تقول؟ كاين بزاف حنا اصلا عباد كيجيو الزوار يشوفوا ولا يقولوا لنا خدمه تاع رجال صح حنا نتحداوهم ونخدموها خاطش حبيناها. من بقايا الزجاج ابدعت ريما في فن السيراميك حيث اتخذت من بقايا الزجاج ماده اوليه تشكل بها اناملها نماذج تعبر وبست عن ذوق فني راق ورائع. كما التقنية تانية هذه تعالي نديروها في المحل نخدمها بزجاج لي شي تزجاج شغل اللي تقعد لنا ولا شغل نحاولوا نديروا حاجة واحدة أخرى شغل مش ما نرموش الزجاج اللي يقعد هذه هي شغل نديروا نحكموا لي شي تزجاج يتقطعوا كم مثلثات صغار ولا أشكال هكذا ونلصقوهم يا فوق البوا يا فوق الزجاج نحكموا اللصقة تاع الحطب ونلصقوا بزجاج زعما بصح نكونوا ديسينين على الديسان اللي حنديروه ولا كما نقولوا هذه دي موتيف زعما حنديروا ميغوال داخل والاخر تاعها تكوتي تاعها مديسيني برنا ديسان ومن بعد نقطعوا الزجاج على حسب ديسان زعما هكا شويه ونعمروا الفون بمثلثات شغل على حسب الديسان تتعمر هذه هي حتى تحصلوا على الشكل المطلوب من بعد نحكموا لاكون نكوليوه بسيمم كول نقول نخلطوها وكلش ومن بعد نواسوها ومن بعد نمسحوها ونتحصلوا على الميغوا ولا هكا بلا موزايك وما مع التقنيه تاع الزجاج نديروا بلا غاديت ولا ميم شوز. صعيبه بصح هي بخدمتها كاين صعيبه الزجاج يدخل في يدك هذه هي بلاتفورماسي برك.